بيقولوا دايما الابناء بيورثوا بعض الصفات من ابائهم وامهاتهم، بس لينا الفيشاوي بقى سابت كل حاجه وخدت من والدها الفنان احمد الفيشاوي اثاره الجدل. لينا من يومها وهي بنت مش عاديه زي كل البنات، لانها لمضه زياده عن اللزوم ومتخصصه في اثاره الجدل. ومش بس كده، دي كمان وقفت في وش ابوها كتير جدا وصوتها من دماغها. تعال اقول لكم مين هي لينا وايه اهم 5 ازمات في حياتها وليه دايما بتتصدر الترند. تابعونا للنهاية. أول جوازة لأحمد الفيشاوي كانت من مهندسة الديكور هند الحناوي، وده كان في 2004. الحقيقة إن الجوازة دي خلقت حالة بلبلة كبيرة بين الجماهير اللي هاجموا الفيشاوي لأول مرة لما أنكر جوازه من هند رغم إنه أنجب منها بنت. بس الفيشاوي مش بس أنكر جوازه، ده كمان أنكر نسب بنته لينا. وبعد سنين طويلة في المحاكم حكمت المحكمة لصالحها بإثبات عقد الجواز العرفي ونسبة الطفلة لينا للفيشاوي. هند كان لازم ترد اعتبارها بعد اللي حصل وجرى في المحاكم، واخدت ورقه طلاقها في نفس يوم الاعتراف بجوازها، وده السبب اللي عمل ازمه بين الفيشاوي وبنته من صغرها، واثر عليها نفسيا وخلاها تعمل اللي في دماغها، وتصرفاتها طبعا كانت غريبه ومش مفهومه. لينا زي ما خدت اسم عائله الفيشاوي خدت كمان اثاره الجدل، وبقت رغم سنها الصغير عنوان للجدل، وتصرفاتها بقت علامه استفهام على بنت في سنها، خصوصا كمان انها عاشت طفولتها ما بين مصر ولندن بحكم شغل والدتها هند الحناوي. اتعلمت لينا في المدارس الكنديه في مصر، بعدها عاشت في لندن وكملت تعليمها هناك. نيجي بقى لاشهر المواقف اللي اثارت فيها لينا الجدل. اول الازمات ظهرت في 2009 لما طلعت في بث مباشر على صفحتها هاجمت فيها والدها، وقالت انها شافت والدها احمد الفيشاوي لاول مره وهي عمرها 3 سنين وما عرفتوش، بس كانت بتسمع ان في ازمات بينه وبين والدتها. كملت كلامها وقالت المشاكل بدات مره تانية لما والدتي عملت طلب دراسه ليا في بريطانيا مع الاقامه هناك. هو وافق بس بشرط وحيد، انه يكون الامر كله تحت اختياره وعلمه واشرافه. اكدت ان والدتها وافقت على كل شروطه، وهو اختار المدرسه اللي حابب يدخلها لي، وبعد شهرين من دخول المدرسه بطل يدفع مصاريفي. الازمه الثانيه لما تضامنت مع شقيقها الالماني تيتوس ضد والدها ونشرت صور بتجمعها معاه، وقالت هذا هو اخي تيتوس الفيشاوي، انا سعيده جدا لاني اخيرا لي اخ في الدنيا واني اكون قادره على صنع ذكريات معاه، احبك كثيرا تيتوس ولا استطيع الانتظار لرؤيتك مره ثانيه. الازمه الثالثه بقى لما لينا ارتدت صليب في رقبتها وحصل ضجه كبيره على السوشيال ميديا، الكل قال انها غيرت ملتها لحد ما طلعت جدتها لامها الدكتوره سلوى عبد الباقي ودافعت عنها، قالت انه مش صليب لان حفيدتها مسلمه ابا واما. اكدت ان حفيدتها ارتدت مفتاح الحياه في رقبتها، وبعض المتابعين افتكروه صليب بسبب تقارب الشكلين وعدم استطاعه الناس التفرقه بينهم. الازمه الرابعه بقى كان حلاقه شعرها على الزيرو على طريقه شيرين عبد الوهاب، برضه دافعت عنها جدتها وقالت انها عملت كده عشان تتضامن مع المصابين بالداء الخبيث. لينا حاليا انضمت لاحدى فرق التمثيل في لندن واللي بتدعم صغار المواهب، ويظهر كده انهم زي ما بيقولوا ابن الوز عوام، لانها ماشيه على نفس خطى الفيشاوي الكبير والصغير وكمان جدتها سميه الالفي. الازمه الخامسه والاخيره هي ارتدائها ملابس مثيره وجريئه ما تتناسبش ابدا مع سنها. طبعا هي بتنشر صورها بمنتهى الثقه ومش بتتضايق حتى من انتقادات المتابعين اللي هاجموه الفيشاوي وطلبوا منه يعلم بنته اصول التربيه السليمه. اكتبوا لنا بقى في التعليقات رايكم ايه في تصرفات لينا، وهل هي بتتعمد تتصدر الترند؟